أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية الإخبارية على إكسترا نيوز. قال وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي إن الحكومة الجديدة لديها تصور لحلول الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، وأنها ستضع خطة للإنقاذ الاقتصادي في أسرع وقت ممكن بغية عرضها على دول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية المختصة التي يمكن لها أن تساعد لبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية اللبناني ونظيره البلجيكي فيليب جوفان اليوم، الذي يزور لبنان حاليا. وأكد أن تداعيات أزمة النزوح السوري تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للبنان، حيث كلفته استضافة النازحين ما يزيد عن 30 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع مستويات البطالة والتضخم واستهلاك بنى تحتية، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وتحديدا إلى المناطق الآمنة داخل سوريا والتي أصبحت كثيرة، وأن لبنان لا يرضى لهم إلا بعودة آمنة وكريمة ومناسبة لأوضاعهم. على كل حال، عبر الهاتف من بيروت ينضم إلينا سيد رائد الخطيب الكاتب والمحلل السياسي. سيد رائد، أرحب بك. يعطيك العافية. نعم، إذا دعني أبدأ معك بحديث وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي فيما يتعلق بالأزمة يعني معظم نعم تفضل. معظم الكلام اللي عم يقوله معالي الوزير الخارجية هو كلام مطروح في الشارع. طبعا النازحين السوريين اليوم صاروا فوق 1.5 مليون تقريبا، في تكاليف مالية هائلة، في ضغط على البنى التحتية، على بالمدارس، بالقطاعات التربوية، بالقطاعات الاقتصادية، في مزاحمة، ولكن مش هن المشكلة. يعني النازحين السوريين كانوا موجودين بصيغة ما قبل الخروج السوري من لبنان، كانوا موجودين إذا بدك بحدود 1 مليون، بس مش كانوا نازحين. هالمرة صار اسمهم نازحين، يعني خرجوا من لبنان ثم عادوا نازحين. اليوم في ضغط نتيجة الأوضاع الاقتصادية المهترئة داخل البلد، والمش مسؤول عنها، يعني ما فينا نحمل النازحين كامل المسؤولية عن الأوضاع، هن جزء من المشكلة، ولكن المشكلة مش المشكلة محصورة فيهم هن تحديدا. نعم، طيب هذا فيما يتعلق بالنازحين، ربما سأعود إليه بعد قليل مرة أخرى سيد رائد، ولكن دعني أتحدث معك عن الخطة الاقتصادية التي تم وضعها من قبل الحكومة اللبنانية الحالية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. ما هي محاور هذه الخطة، يعني من حد تحليلك، يعني حتى إن لم يكن لديك علم تحديدا بهذه الخطة، ولكن من واقع تحليلك؟ أنا البارحة تكلمت مع أحد الفضائيات عن الموضوع هذا تحديدا. الخطة الاقتصادية اللي حطتها الحكومة وضمنتها بالبيان الوزاري تشبه إلى كثير الورقة الإصلاحية اللي قدمتها حكومة الرئيس سعد الحريري ثم استقالت، وحين تكليف الرئيس دياب تبنى أصلا الموازنة 2020، وتبنى معظم الورقة الإصلاحية اللي بتنص على إصلاح قطاع الطاقة، اللي نحن بنعرف أنه قطاع الطاقة يستحوذ على أكثر من 52% من حجم البناء العام في لبنان، يعني الكهرباء كبرت الخزينة تقريبا 49 مليار. الإصلاحات الضريبية وتحفيز القطاعات الإنتاجية والانتقال من الاقتصاد الريعي إذا بدك إلى الاقتصاد الإنتاجي اللي بيعني الزراعة والصناعة وأشياء إلى علاقة بالذكاء الاصطناعي وقطع التكنولوجيا، ويعني هالقصص هيدي. يعني باهتي ما فيها اصلاحات اذا بدك صادمه للراي العام او جديه. نعم. اذا بدك الى الان ليست جديه، لانه تم تسريبها، وكل يوم يتم تسريب خطه شكل للحكومه، يبدو انها اقرب اذا بدك الى عمليه جس نبض للشارع، هل يقبل بهذه المعادله ام لا يقبل. نعم، والسؤال الآن هل قبل الشعب اللبناني أو الشارع اللبناني حتى هذه اللحظة بأي من الخطط الاقتصادية التي تم تقديمها في الآونة الأخيرة؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه مستويات الفقر وقت بترتفع كثير، ومعدلات البطالة، وقت المدعوين الصناعيين قادرين يستوردوا أكيد مش قادرين. يعني نحن عندنا اليوم أزمة، مثل ما بتعرفي أزمة مالية وأزمة دولارية. نعم. في شح بالنقد، في شح السحب من المصارف،
اليوم طلع امبارح اذا بدك ليلا بمنتصف الليل طلع تشريع جديد للكابيتال كنترول واعطى تسهيلات استثنائيه لمصرف لبنان. ضايع الحديد هلا البوصله من اين يبدا الاصلاح، خصوصا انه الحكومه لديها امتحان جدي في اذار المقبل عندما تبدا الاستحقاقات الدولاريه او السندات على لبنان. لبنان بده يشوف من اين بده يلاقي مخرج فعليا ليقدر يعطي 2.5 مليار من اذار حزيران المقبل. ولكن الحديث هلا هذه الخطه اللي عم تسربها الحكومه صارت مسربه كذا شغله. الى الان ما فينا نحن ناكد انه 100% هيدا اللي بده يقوله رئيس الحكومه غدا. وصلت الصوره سيد رائد، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من بيروت سيد رائد الخطيب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.